تخيل انك تستأجر بيت يكون بعمارة كل جيرانك فيها غريبين الاطوار، وممكن انك تموت في اي لحظة. هذا اللي حنشوفه في فيديو اليوم، فضلك معي للنهاية ومشاهدة ممتعة. السلام عليكم عبد الله، فيديو جديد في هذا الفيديو. بالله عليكم ايش رايكم بالاضاءات؟ اول شيء اخوان شكرا شكرا لكم من كل قلبي. هيك حتكون مقدمه صغيره، من هون ان شاء الله حنبدا بالفيديو. شكرا لكم فعلا من كل قلبي على الدعم. ان شاء الله قناتي تكبر اكثر واكثر، وحكثر كثير فيديوهات طويله لانه انا بحب اني اصور فيديوهات طويله صراحه. شغله ثانيه، اليوم حنلعب لعبه مختلفه حبتين، واللي هي ليفت اوفرز. ان شاء الله حنلعبها احنا، حتكون جدا خرافيه زي ما قلت لكم انا بالمقدمه. من دون مقدمات كثير، ما تنسى اللايك والاشتراك في الفيديو وصلك كل جديد، وزر الانتساب تحت اذا بدك تدعمني بمبلغ مادي بسيط شهريا. وخليكم مع الرعب، وباركوا لي على السماعات الجديده. اوكي، لعبه ليفت اوفرز هيها هون. نحط بلاي، وبسم الله الرحمن الرحيم. ححاول اترجم لكم انا يعني. ماشي، اظن انه هاي بوي اي نيد يور هيلب، بليز، هي بتحتاج مساعدتنا. يا بتفضلي، هل انت امي؟ توك تو مام. ايوه، I cooked too much today. Can you be a dear please and give the leftovers away? هي طبخت اليوم كثير، فإذا بتقدر تعطي بقايا الطعام لجيراننا إذا سمحت، يعني بتكون كويس إذا عملت زي هيك. أوكي، هيك. لكن أنا بوافق. That's good to hear. Make your mommy proud, okay؟ خلي أمك فخورة فيك. اوكي، دونت بي لايك يور داد. لا حبيبتي، ابوي خرافي، ابوي عمي. هي حطت 10 صناديق من البقايا على الباب، جيبهم الها. اظن هاي 10. بتحكي لها انه انا اسفه لتوريطك يعني، ف وماما اليوم كثير مشغوله. هيك بتحكي. اي نو ايف نيفر توك، انه هي ما حكت لنا انه ما نحكي مع الغرباء. ما بتقدرش انك تخليني انزل لتحت صح؟ ليش واحنا بالطبق اللي فوق؟ اوكي، شكرا يا امرأة. مش هحكي لها امي يعني. Don't come back until you done. طردتنا من البيت، وبتحكي لنا ترجعوش الا لما انك تخلص. ونعم الام صراحة. اوكي، let me see. هسا نوك نوك، طع طع. في حد على الباب. اوكي، اوه العجوز. Hello, you must be a little boy from next door. من المفترض انه انت الولد الصغير من جيراننا. شو اللي جابك هون؟ اكبس الكبس اليمين عشان تعطيها البقايا. ايش هذا؟ المفضل لدي. اعطي لاهلك التحية اذا سمحت. بالمناسبة، هل كنت فتى طيبا؟ هاي موافقة. خبر جيد للسماع. اظن هيك الترجمة، ترجمة جوجل. بليز، استمر بالعناية باهلك. ويل، تصبح على خير كمان. غريبة وعز الجاهل الله. اوكي، عادي عادي. وهسا هذا ليش ما بركض؟ ليش كل العاب الرعب ما بتركض فيها؟ ماشي، خلينا نبدا نطقطق على الابواب. طاق طاق، مين على الباب؟ انا هدوك يا احباب. وسا وسا، انا هدوك. اوه، مالها هاي؟ مريضة؟ ايش بدك؟ تفضلي. طلع طلع وجهها. لا، رائحته لذيذة. هل راح ادفع حقه؟ هون هي تتحول لرجل، فاهمة كيف؟ لا لا، ما لا. يا لك من غبي. و نشوف هاي. توك توك، ماشي. هلو. لا يا عمي ابعدي، ايش هذا؟ خذ صنبوصة. بقايا طعام امك، ما حدش بده هذا الشيء. لا حبيبي، خاوة حتاكله، مش على كيفك. ولا حد حد يا اخوان، حد يعطيني شبشب. شو ها؟ عمي والله بضربك في هاي. شو امك لحالك؟ لا حل عني يا زلمة، على حريشك. اي سمل ولا والله ما بتستحي. حيوان يخرب بيته مبرد وجهه. شو هالجيران هذول؟ دير ويو ار هوم عشانك. ماشي، بتسالنا ليش انت هون في هذا الوقت المبكر؟ مش انا قلت لك انك ما تيجي من هون لتخلص؟ لا حبيبتي، حاجي هاي قله ادب اسمه. بس سوري دير مامي ريلي بيزي رايت ناو، هي كثير مشغوله. هتخلي الناس تشمشمها.
أنا متأكدة إنه الجيران ما بيعملوش كل هالمشاكل صح؟ لا بيعملوا. You can do it. أنت بتقدر تعملها. بليز روح هناك وخلي أمك فخورة. حل عني. أوكي. هذاك يا إخوان غريب أطوار ليفل مليار حرفيا. أبطأ من هيك. أخوي تبي تمشي عبيض قاعد. طابق السابع. لزقوا. طع طع طع. ماشي في حدا بأخذ شاور. حاجي بعدين. طع طع طع. في حدا بيمشي. صوته زي الزومبي. What do you want? ايش بدك يا ويد؟ انا مشغول جدي. خذ الاكل معلم. سيريسلي؟ يا سيريسلي طبعا. بقول له اترك الاكل برا حبيبي، هذا اكل نعمة ربك يا ماشي عفوا. يلا روح انقلع. وين زبنت عمي؟ افتح لي افتح لي افتح لي اخوان. انا هاي اللعبة هيك بتمشيش معي اخوان. هتولكو هتولكو حفاية. شو هالناس هاي يا زلمة؟ خش ماشي اللي بعده. بس حرجع لك ترفش ببطنك الليلة. اللي بعده اللي بعده. يلا طاق طاق. ماشي. ايش هاد؟ شو اللي جابك هون؟ خذي اكل. ما اطيبك انه انت تعبان كثير من النزلة. شو رايك تيجي عندي وترتاح شوي؟ انا عبد تقي. 12 seconds later. لا لا ذبحتني؟ و شو صار اخوان؟ Boy are you seriously back again؟ يا حبيبتي انا مش عارف هذيك شو قتلتني. وات يا امي وقف يا فتى، لازمك تعمل ايش المطلوب منك. ما توقعنيش بمشاكل. تصير زي ابوك. ابوك عمي. ابوي عمك. ولا ايش بدك يا حرفيا؟ شكلها قتلتني ما بمزح. شو هذاك مش شكل شكل واحد بتوكلش الواحد. اوكي let's see what we can do. I see هنا محطة. سبحان الله شايفين كيف معلي. اللي بعده احنا بالطابق ستة. هذا التوك توك. اوكي فيش حدا بالبيت. ترى احسن بريحوني. وهسا هذا ليش بطيء؟ هاي في واحد جوا بتتنمر على هذا الولد الصغير. والله انه بحزن يا اخوان. توك توك. فيش حدا بالبيت برضك. هون الغرفة فاتحة. اوكي نعمل نفتح الباب. شوف شو فيه. برضو ما في حد. هون خلينا نفتح الباب. الو لا 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 حل حل عني يا شباب. ويلكم ويلكم. الله يلعن. استغفر الله. شو هاد؟ والله اللعب اللي هيخب. ماشي ماشي الله. ثلاثة شوف. طاق طاق يا رب. الحمد لله يا رب يا رب. حدا طبيعي في هالبيت في العمارة. اي حد اي حدا اي حدا يا اخوان يكون فيها ذرة طبيعية بس هالقد. طالب كثير انا. يلا الطابق الثاني. فريق في صوت كلب. توك توك توك. تعال يد. Yeah what do you want؟ شو بدك؟ خذ. انه اجيتني باحسن وقت ممكن. انا كنت لسه بدي اطلب اكل. شكرا. كان عنده اكل كلاب هون بس انه في بنت هذيك المتنمرة حاولت ان تسرقه وشكلها لطشته بالمرة. هي نجحت منها تلطشه. يلا جود باي حبيبي. يلا السلام عليكم. هذيك السكول جير اللي ببالي بالك يب. عمي لا عمي حبيبي تسنى. ايه شو بتسوي هون يا فتى؟ بتشمس. خذ خذ اكل وابعد عني. هاي السكينة الاسا اترفش ببطنك. والله ما بتفرق معي ترى عادي. انا مش هنجري حبيبي. لا خاوة عن اهلك حتكون جوعان. بده يحكي معانا نخليه يحكي. اقول لك نو. هلا عنده شارينجان. خلاص اوكي ماشي تفضل. رفع وقت طويل من اخر مرة حكى فيها مع حد. ماشي زوجته راحت للوبي. هو وحيد جدا صابه توحد من وقت طويل. هو مثلا ايش هذا اسمه يا اخوان قاعدين. هو قاعد حاليا عم بخرف فاهمين. فبتخيل هو انه مبارح لسه شايف زوجته فاهمين كيف. بس بنفس الوقت انه مبارح برضو شافها ميتة راحت للوبي. واحد اجا وفنشها. والله اعلم انه في كان سكينة مغروزة برقبتها. هو رايح يقطع الجبنة اظن. هل برأيك الشخص البريء عادي انه ينقتل؟ طبعا لا انه لا طبعا. I see. So ابن الشيطان اخيرا اجا لباب بيتي. حبيبي ابن الشيطان اخوان ايش اللعبة اللي بلعبها اجا؟ حد يجيب لي سطور. قتلني
قتلني ابن هل. طب اسمع بجاك اخر شيء عادي والله العظيم ما تفرق معي بجاك اخر واحد حلاني ماشي. هذاك الباب مسكر تعال نشوفه. طق طق في عادة جاي اخيرا تفضل. اوه اخيرا حدا طبيعي. هاي اهلين والمهلي. اجاكو انا ضيف جديد والله اخوها كيوت تصدقوا. تفضل تفضل هي احلى اكل. يس سعديني ما حدش اظن فاجأها قبل هيك. ايش اسم هذا الطبق؟ طالما حلاوي تمن هي هاش تكون غير مؤدبة بس شكله زي السلايم. شكرا على ما اعتقد. تحكي لي هل هذا عيون يا حبيبتي؟ الو اوكي بقايا طعام بس بالاخر بضلوا طعم اكل اكل امي. استعى حالك. طق باب هذول. طق طق ليش في هون اكل طعام؟ اوكي ما علينا اكل طعام قال اكل كلاب. نرجع لهذا المختل عقليا. كيف انك؟ كيف حالك يا مجنون؟ خليني اختصر لكم. يلا بدي احكي معك. هسه هو انبسط بقول انه الي زمان ما حكيتش مع حدا انه زوجته راحت على اللوبي هو هسه لحاله وفيش حدا يعني انه بتذكر انه كانه امبارح شاف زوجته ونفس الوقت حدا قتلها وحط السكينه برقبتها عادي وهي بده يروح يقطع التشيز. هل انت بتعتقد انه خطا انه الشخص البريء ينقتل؟ طبعا. هل تعتقد انه عادي اني اعصب اذا حدا ضرب او تعرض لحدا انا بحبه؟ طبعا. هل تعتقد انه القاتل لازم انه يتعاقب؟ يس. Then if you find out your loved ones for example you... هل اذا انت شفت انه اكثر واحدة بتحبها واللي هي امك هي قاتلة؟ حبيبي امي اشرف من اللي خلفوك يا ابن الست. ماشي. Do you think she should be لا 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 حبيبي انا مش منافق اهلك المنافقين هلعني. That's all for now. شكرا لانك رفعت عن شخص كبير بالعمر. يلا حبيبي روح ينقلع هلعني. طب بتكاش الاكل نشوف هذه كاسة صغيرة شو بدها. اظن في فوق ناس ما طقطقناش عليهم. اظن البنت اللي هو حكى انه بتتنمر عليه. توك توك. ايه اخيرا الحمد لله. ايها الفتى العيوط امك عيوطة شو بتسوي بدون امك وبيك؟ انا اقولك شو بسوي. في اكل خذي بعرض البسس تاخذي. خذي ها خذي. I see you are fine. انت اخيرا تعلمت الدرس. خذي خذي خذيهم كلهم. I gonna teach that man a lesson. قولي هذا بلاش بحكي قصة. اقول لك خذي خذ خذي الاكل يا دام تحكي لنا قصة حياتك كيف قدرت تسرق الاكل اللي تعب. اعوذ بالله هل قدني يا اخوان. طب ضاي الوجبة يا جدعان ضاي الوجبة. ياد منك لي فيش حدا بالبيت يا عمي ضاي الوجبة اقسم بحلو عني. شو هيدي شو هالطعجة يا نعجل. اسمع اسمع يا اخوان. ايوه نحكي مع هالمزة. مساء العنبر ممكن ننبر. انت الفتى الكيوت من الطابق التاسع. انا شو بتعمل لحالك في نص الليل؟ تفضلي خذي اكل. يا ايوي ما اكيتك انت كثير تعبان. تعبان جدي وفشخ. واو امك عن جد املتها. طبعا امي املتها ولا مين حتكون جدتي مثلا. هي لازم انها تعرف مكونات طبختها. يا رب بدها ترن عليها نشوف عاد بترن. اهلا هارلي انه انا لورا. هاي اسمها لورا. اخوان كثير طويلة هي ولا انا اللي كثير قصير؟ هالطول انا اخوان حرفيا هالطول هيك. ابنك الصغير ايجالي بتحكي كينيث انه كثير زلمة محظوظ لانه بتطبخي له كل يوم. هل هذا ابوي ابوه لهاي الشخصية اللي انا بلعب فيها؟ What do you mean was؟ انه كان. دعني احذر هو اخيرا حكى لك عنا. يا بنت يا بنت والكو والكو فيش معي ايش اضربها فيه. شو هالضحكة؟ وها What do you mean it's not what you meant what؟ انصدمة طلع الصدمة على وجهها. يو ابصر ايش ابصر ايش. اوكي you better not move. من الافضل الا تتحرك يا فتى. I need to go home to mommy.
صوتك يا بنت الست صوتك يا حيواني، الله ينتقم منك، الله ينتقم منك، الله يحط فيك يلعن ابو النفضك، الله ينتقم منك. ماشي، من الافضل ان لا تتحرك يا فتاة. طب اوكي اخوان الصوت، خرب بيت حريشك، خرب بيت. طب المشكلة انا بطيء وهي بتركض على اساس، طب ما انا بقول لك، طب هسه لو ظلتني واقف شو بصير؟ طب استنى شو، صدقني ما حتحرك. ها حضل واقف اشوف. اه والله ثينك برضو يعني بكل الحالات حتقتلني. اي سي، مشكلة صوتها يا اخوان. السلام عليكم، بس حيطلع صوت المزعج وري. اسمه يا اخوان زي صوت ديو بالجزء الثالث. يلا اوكي 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 اوكي، وصلنا. وصلنا، ليتس جو. جود جاب يا فتاي، انا كثير فخوره فيك. صاروح على غرفتك وعلى السرير، وليش حاسس ان البيت بده يوقع؟ امك عندها شويه بقايا بزنس لازم تسويها. اوكي، صراحه لعبه جدا خرافيه، صراحه لعبه عن جد جدا خرافيه. استمتعت صراحه، قصتها فعلا فعلا حلوه، طريقه اللعبه فعلا جدا يعني بهنيهم صراحه هيك لعبه. المهم احنا اظن هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسى اللايك والاشتراك في الفيديو لصار كل جديد. ما تنسى اذا انك تحب انك تدعمني دعم مادي انك تنتسب بالقناه. شكرا على كل شيء سويته، وبصراحه انصح الجميع انه يلعب هاي اللعبه فعلا. ويا هاي هي كانت بقايا الطعام، شوفوا فيديو جاي وحوش. السلام عليكم. وداعا نلقاكم، نراكم قريبا، نحبكم، نرى ضحكتكم لاحقا، لأننا